حنا شفنا بالإحصائيات اللي عندنا بالنسبة ما جرى في عدة دول، لما حصلوا على 30% نزلت عدد الوفيات وتحسنت الأمور. حنا رانا في 50%، لكن تحدي يلزم نحكي نحمي مواطننا. ما نحبوش واحد يتوفى، وما نحبوش اللي مهم بالنسبة مهم جدا 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 أن أولادنا الأولاد اللي في المدارس، لأن كلنا نقرأ باللي في عدد من الدول راه يتلقح تحت 18 سنة حتى 12 سنة وحتى تحت 12 سنة. إذا حبينا نحمي أولادنا نلقحوا أنفسنا. قد أفرز التحليل الأولي للمعطيات المحصل عليها إلى غاية 22 سبتمبر 2021 إلى إقبال الأساتذة والعمال للترقيح في بداية العملية وإقبال ضعيف لدى الطلبة، وربما يعود ضعف إقبال الطلبة على المراكز التلقيح بالمؤسسات الجامعية والخدماتية إلى اعتماد نمط التسجيل عن بعد في البروتوكول الصحي الموضوع حيز التنفيذ، والذي يركز على إجراء كل عملية التسجيل عن بعد. العملية انطلقت فعلا ابتداء من يوم 22 أوت الماضي. في الحقيقة العدد يعني كان هناك إقبال وإقبال متزايد، وهذا التزايد أخذ شكل ملحوظ ابتداء من دخول الأساتذة بتاريخ 7 سبتمبر.